عطري الله يهديك بنتي. شوفوا على حاله، شوفوا على حاله يا امي انتي. عطوا اليوم ضالين عف الجرده، هذاك الجبل اللي كان تما ديال التراب كله شديناه وحطيناه هنا انتم كما كتشوفوا، ومازال خاصنا كامي اخر. المهم كيجي الكاميو من لهيه وتراكس وتيهز ديك القمقوم ديالو وتيسوس لينا التراب حنا. المهم حولنا انا وليفيو اليوم هنايا كما شفتوا، مازال خاصنا نقادوه وخاصنا نجيبوا واحد الماكينه اللي تضغط تدير الضغط باش يرجع كلشي متساوي، ولكن خاصنا تراكس اخرى ديال التراب مازال ما كفاش باقي الخويات. ايوا هذا الشيء فين ضل اختكم اليوم، تماره في تماره في تماره. شوفوا ها والله الا كنحس بالعيا. عرفتوا راه كانت واحد الميكا اللي كانوا بانينها من التحت باش تبقى يبقى الماء من الفوق، شدينا ديك الميكا كامله حيدناها والبارح واليوم كملنا داكشي اللي بقى. المهم الحمد لله هاد البلاصه غادي ندير فيها لابيسين غيجي زوين. المهم راه اوردينيتو، خاص غير نقادو ليه البلاصه فين يتحط ونديرو هنايا للدراري بيسين زوين داير. المهم فين يتصيفوا اختي. نعم هي ماما غطيب، ها ماما غطيب. نعم بغات الباستا اختي، بغات الباستا طليانيه هاد البنت عندي.